حتى نتاع زوج ثلاثة هذوما اللي هما أول استقالة سابقة في تاريخ الامتحانات الوطنية. هذوما واحد منهم ابن أخ وزير التربية والآخر قريب لوزير الصناعة. لولاني ابن أخ وزير التربية من لم يجتز امتحان البكالوريا أصلا، وبوه من بعد رأس وزارة التربية وجاوبوا رئيس مصلحة الامتحانات الوطنية لنا بتاريخ 20 جوان وقالوا راه ودك بمقتضى الفصل 21 من القرار الوزاري المؤرخ في 24 أبريل 2008 والصادر بالرائد الرسمي عدد 34 من 25 أبريل 2008 لا يحق له اجتياز الامتحانات، وهذا الموقف القانوني سليم. لكن بعد 5 أيام بالضبط تقع مراسلة جديدة من وزارة التربية إلى المندوب الجهوي بتاع نابل وتبيح له السماح للتلميذ بإعادة اجتياز امتحان استقالة ونص القانون واضح. وإذا ما نحبوش نرجعوا للتفاصيل نرجعوا للفصول السابق والثاني والرابع عشر والواحد والعشرين نفس القرار الوزاري الصادر في بقضية 24 وسنكتشف الخور والتلاعب بالمسألة هذه. بالنسبة للتلميذ الآخر، التلميذ الآخر منقطع طيلة ثلاثيتين وهما 6 حالات في معهد 15 نوفمبر بصفاقس، وقرار مجلس القسم اتخذ يوم 5 جوان. الولي نتاع التلميذ متى التجأ إلى المحكمة الإدارية؟ التجأ إلى المحكمة الإدارية يوم 21 جوان. إذا كان أنا كولي وحريص على مصلحة ولدي وجدت جاء للقضاء باش نسترد له حقه ما نسبقش من 5 جوان إلى 21 جوان، وبالتالي العملية واضحة. تم شكون اللي يدبر عليه باش ما يجتازش ولده دورة البكالوريا، والتجأ المحكمة الإدارية التي أبطت القرار شكلا لم تأخذ في الأصل بالفعل وأصدرت قرارها بعد انقضاء الدورة الرئيسية. وكما قلت هو ظاهر الفساد من خلال النصوص القانونية تهز بها الوزارة التربية ومن القوانين المنظمة وتخرق أبسط مبدأ وهو شفافية الامتحانات. كيفاش أنا من غدوة كمصلح أول شرط في الامتحانات الوطنية سرية ومترشح، أنا من غدوة ككل يصلح ونعرف الورقة هذه بتاع فلان الفلاني أنا باش نتعامل معها بزوز منطلقات، إما منطلق أني ضد التلميذ هذا وهو يستحق 14 بالفلسفة تنعطيه 2، وإلا أني متعاطف معه يستحق 2 تنعطيه 14. ما تماش حتى امتحان وطني تكون فيه هوية المترشح مفضوحة أمام المترشح. من يحبوا يصلحوا غلط العصابة هي بعض الشبهة على وزارة التربية وعلى القرابة شو اللي عملوا؟ العصابة هي هي أسماء المترشحين والعصابة هي هي أبسط قاعدة من قواعد الامتحانات اللي هي سرية الأن المصحح ما يكونش مطلع لا على التلميذ لا على الجهة لا على اللي يصلح فيها. يعني الاستخفاف اللي وقع احنا عمرنا ما ريناه، عمرنا ما ريناه، معناها حياتنا كاملة عديناها في وزارة التربية، حياتنا كاملة عديناها، أنا عديت معناها 25 سنة في التعليم، معناها 50 دورة، 50 دورة بكالوريا، يا إما نصحح ولا نقترح في المواضيع ولا نترأس في لجنة، معناها الشيء اللي ريناه السنة راهو شيء معناها عمره ما وقع. مشات القدام وقامت بفضح التلاميذ قامت بفضح زوج مترشحين شيء اللي ما يجيش والأدى والأمر أنه وقت اللي صارت المشكلة وقعت لوقفة الاحتجاجية في مراكز الإصلاح والكل نجيو يظهر بالكاشف اللي فعلا الناس اللي أنا سألت قرابة خاطر باش يقولوا قريب من زير زاد مش ما نحرموش من حقه احنا مش كل التلاميذ اللي يضمروا لا قرابة لا دفاع لا قرابة لا نفاق معناها التلاعب الكل لا قرابة لا نفاق القرابة اللي موجودة لا قرابة في صفاقس مع أحد الوزراء وفي تونس قرابة مع وزير التربية وهذا نحن لن نسكت عنه على خاطر مش احنا في وقت نتعلم بالشفافية وبالحكومة الرشيدة وبالترونسبارونس ومقاومة الفساد يجي الفساد في وزارة التربية راهو هذا شيء لا يمكن أن يقبل حتى حد ينجم يقبل لا يقبل لا تلميذ لا يقبل ولي لا يقبل مربي لا يقبل متفقد ما يقبل حتى حد لا يقبل إنسان وطني